بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، والكلام لا يزال متواصلا في سيرة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجمعنا الله وإياهم في الفردوس الأعلى. وقد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدروس الماضية من وقفات سريعة وإشارات موجزة في سير الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن صحابية جليلة، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وأولى زوجاته وأولى أمهات المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. معنا في هذا اللقاء صحابي آخر وعملاق من عمالقة الإسلام، بطل من الأبطال وشهيد من الشهداء، رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذا. من هو هذا؟ أحد العشر المبشرين بالجنة، ذلك الرجل الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، والذي أبلى بلاءات عظيمة وأظهر تضحيات وبطولات منقطعة النظير، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله الذي ربما يجهل سيرته بعض المسلمين، لا يعرفون من هو طلحة بن عبيد الله، وأكاد أن أو يغلب على ظني وأرجو أن أكون مخطئاً أن ما سنذكره ابتداء من هذا اليوم إلى ختام هذه الدروس في هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يمد في الأعمار على طاعته، أن ما سأذكرهم لكم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يغلب على ظني أن بعض المسلمين يجهلون سيرهم. نعم، الخلفاء الراشدون لشهرتهم ولمواقفهم ولمكانتهم، فربما يكون المسلمين يكون غالب المسلمين يعرفون سيرهم، ولكن بقية العشرة المبشرين بالجنة فضلا عن بقية الأصحاب الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن بعض المسلمين، ولا أحب أن أقول غالب المسلمين، فإن بعض المسلمين يجهلون سيرهم. ولذلك كانت كما قلت لكم إخواني في بداية هذه الدروس، كانت هذه المشاركة من أخيكم العبد الفقير حتى نلفت الانتباه لهذه القدوات العظيمة يتأسى الإنسان بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من هو طلحة بن عبيد الله؟ نسبه رضي الله عنه وأرضاه هو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، فهو تيمي قبيلة المعروفة، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي رضي الله عنه وأرضاه. فهو من المهاجرين، من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكما تعلمون في شريف علمكم أن جميع العشرة المبشرين في الجنة جميعهم من المهاجرين، ليس فيهم صحابي من الأنصار، وذلك يبين فضل المهاجرين على الأنصار، وكلهم له فضل كما بين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا نسبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو
من أنسب القبائل ومن أشرفها نسبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو قرشي. وقريش هي أوسط العرب، قريش هي أوسط العرب، ولذلك يعني أفضل العرب نسبا، ولذلك جميع العرب يعرفون هذا الفضل لقريش ويحفظون هذا الفضل لقريش ولا يتجرؤون على قريش نظرا لمكانتهم ونسبهم العريق. والنسب عند العرب له مكانة كما تعلمون، إلى أن جاء الإسلام ووضع الأمور في نصابها وبين ربنا تبارك وتعالى، وهذا قلناه مرارا وتكرارا، أن الميزان عند الله تبارك وتعالى لا يقاس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالمكانة ولا بالسلطان ولا بالقوة والضعف، إنما الميزان عند الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن مع هذا كله لا شك أن العرب لهم فضل، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن العرب كجنس أفضل من غيرهم، كجنس أفضل من غيرهم، هذا لا شك فيه، ولذلك أجمع على ذلك العلماء أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الشعوب لما اتصفوا فيه من صفات عظيمة لا تكاد أن توجد في غيرهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى اختارهم لأن يكونوا خير الأمم وخاتمة الأمم، وأن تكون لغتهم هي اللغة التي يكون بها خير الكتب، وأن يكون سيد ولد آدم منهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله اصطفى العرب على غيرهم، فنعم هم لهم فضل لا شك، ولكن أيضا هذا الفضل لا يدعوهم أن يتعالوا على عباد الله تبارك وتعالى، إنما الميزان كما قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا هو نسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد على الظاهر من كلام أهل العلم عندما تكلموا في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلحة بن عبيد الله، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان وعشرين سنة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر متى؟ تقريبا عندما بلغ 53 سنة، إنه بعث على رأس 40 صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته بمكة 13 سنة، يعني 13 سنة و40 53، فهو هاجر إلى المدينة وعمره تقريبا 53 سنة. طلحة بن عبيد الله قلنا ولد قبل الهجرة ب28 سنة، والفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحسبة رياضية 25 سنة أو 25 سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ولد بعد عام الفيل ب25 سنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، هذا العام لا ينسى، ولد في هذا العام. ولذلك دائما المواليد للصحابة العلماء يجعلونها نسبة إلى هذا العام، يقولون أبو بكر ولد مثلا بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر، عمر بعد عام الفيل ب6 سنوات، وهلم جرة. هنا طلحة بن عبيد الله ولد بعد عام الفيل ب25 سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، أو قتل، وهذا أشرنا إليه في خلافة علي رضي الله عنه في معركة الجمل تحديدا كما سنذكر الآن إن شاء الله، أنه قتل شهيدا سعيدا في 36 من الهجرة. ف36 بعد الهجرة و28 قبل الهجرة، كم يكون عمره؟ 56 و8، 64، عمره 64 سنة. وهذه أعمار هذه الأمة، أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا.
ليزداد الإنسان من الطاعة والخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني إطلالة سريعة على ولادته وعلى نسبه رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو محمد، ولعل هذا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عنده أبناء غير محمد، ولكن هذا الابن محمدا كان رجلا صالحا، حتى كما ذكرنا في لقاء ماضي أنه كان يلقب بالسجاد لكثرة سجوده وعبادته. أيضا قد قتل مع أبيه في معركة الجمل كما ذكرنا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أسلم طلحة بن عبيد الله في بداية الدعوة، وهذا أيضا أشرنا إليه عندما تكلمنا عن سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق الأكبر، عندما استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق ودخل في دين التوحيد، انطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر يدعو إلى الله. وذكرت لكم أحبتي أنه من قلب في ذلك اليوم إلا وأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين في الجنة، جميعهم يأتون يوم القيامة ونسخة من صحائف أعمالهم حسناتهم في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الدال على الخير كفاعله. من الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه في هذا اليوم الذي أسلم معه 5 من 10 المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله. كان طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان هو مكي قرشي نشأ في مكة وترعرع في ربوعها مع شباب مكة وفتيانها، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه عندما كبر وشب أراد يعني وجد أنه لا يستطيع أن يندمج مع هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه في مكة، بمعنى أنه نستطيع أن نجعلها في اللغة المعاصرة، لم يجد طلحة رضي الله عنه وأرضاه فرصة عمل مناسبة له بمكة، مما حدا به أن يسافر إلى الشام وبصرى، فكان يتاجر هناك، ولذلك أصبح رضي الله عنه وأرضاه تاجرا مشهورا معروفا، يعرفه أهل الشام حق المعرفة وحسن المعرفة لما وجدوه منه من حسن المعاملة في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أخلاق المسلمين: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى. وين تحصل الآن البشر؟ وين تحصل إلا من رحم الله؟ تجد وللأسف حتى من بعض الطيبين الذي يعني سلك مسلك التجارة عسر، يعني في بيعه وشرائه فيه من العسارة ما الله به عليم، فيه سبحان الله من التشدد والتشنج والغلظة مع التعامل مع إخوان المسلمين، ما يجعل عباد الله تبارك وتعالى يزهدون فيما عليه هو من الاستقامة والدين. يقول إذا كذي المطاوعة ما نبي نتطوع يا أخي، إذا كذي الدين ما نبي نتدين. لا، لم يكن هكذا المسلم أبدا. يتمثل أحدهم هذا الحديث العظيم: رحم الله امرأ يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاض، سمحا إذا اقتضى. أن يبيع بابتسامة، أن يبيع بصدق بأمانة. ولذلك سبحان الله تجد هؤلاء الذين يتعاملون هذه المعاملة الجيدة مع عباد الله أن الله يبارك في تجارتهم وأن الله يبارك في أعمالهم، تجد أن ينتشر له الصيت الحسن، حتى أن يعني البائعون والتجار يتجشمون المشاق، تلقى بجنبه مثلا محل نفس البضاعة اللي بيشتريها من الثاني، يترك هذا الذي بجانبه ويتجشم المشاق والتكلفة ربما مع تاجر خارج البلاد، لكن يتعامل معه لما وجد من صدق الأمانة وسماحته. يعني قصة المعروفة
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التعامل، ليس التعامل فقط يقصر على البيع والشراء، عموم التعامل. رجل جاء إلى رجل آخر وقال له أقرضني 1000 دينار، فقال طيب أقرضك 1000. طبعا الآن في زماننا هذا ما في قرض حسن، ليش؟ انقطع سبيل المعروف، انقطع سبيل المعروف. أنا ما لوم صراحة أهل الحلال، اللي عنده خير وعنده حلال ما لوم إذا ما يقرض. ليش؟ لأن هؤلاء النصابين الذين اقترضوا وأخذوا من هؤلاء أهل الخير ووعدوهم وأشهدوا الله أن يعني يوفوهم الدين كاملا، للأسف تنكصوا على أعقابهم فانقطع سبيل المعروف. سابقا عندما كان سبيل المعروف قائما وكانت الثقة لها سوق رائجة، جاء رجل إلى شخص آخر وقال له أقرضني 1000 دينار، قال ومن يشهد لك؟ هذه من السنة أن يشهد الإنسان. قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نص كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما تضيع الحقوق. قال من يشهد لك؟ قال الله. شوف الكلام العظيم، قال الله، ما عنده شهيد الآن وبحاجة وعلى سفر، قال الله. فما كان من هذا الرجل الصالح المقرض الخير، قال رضيت بالله شهيدا، خذ 1000 دينار وكع الله. متى ستسدد؟ قال في التاريخ الفلاني. ذهب، ما في عنده شهود ولا صك ولا كمبيالات ولا شيك موقع على بياض ولا كفيل ولا ضامن، ما عند أحد. الله. ذهبت الأيام ومرت سنة، جاء الوقت المحدد، هذا الرجل شو اسمه المقترض اللي خذ الفلوس اللي متسلف يعيش في مدينة أخرى، جاء الوقت المحدد أراد أن يركب سفينة ليذهب لبلد هذا الرجل المقرض صاحب الحلال عشان يسدد له، إذ به لم يستطع أن يركب هذه السفينة، فماذا فعل؟ وقد أتى الأجل وهو إنسان صادق، فأخذ خشبة، أخذ خشبة، قطعة خشب، ثم نقرها، حفرها في النص وحط فيها المبلغ وكتب رسالة ووضعها وأغلق الخشبة وقال أستودعك الله، وسأل الله بصدق أنه جعل الله شهيدا عليه أن يوصل هذه الخشبة، هذا حديث صحيح، أن يوصل هذه الخشبة لصاحبها، فقذف فيها في البحر خشبة تتلاطم بها الأمواج. وفعلا هذا الرجل على الضفة الأخرى خرج في اليوم في الأجل الموعود ليرى، هل يرى من بعيد سفينة؟ هل يرى أحد؟ يرى شيء ليقضيه دينه؟ ما رأى شيئا، ربما وقع شيء في نفسه أن هذا الرجل يعني كذاب أو قص علي أو كذا أو خدعني، قبل أن ينصرف وإذا به يرى على سيف البحر خشبة ترفعها الأمواج تارة وتخفض تارة، كيف يكون حال الخشبة في الموج؟ فقال طيب قال أخذ هذه الخشبة أتدفأ بها لي ولعيالي، فأخذها ورجع إلى البيت وفتح إذ به النقود وهذه الرسالة. مرت الأيام، جاء ذلك الرجل إلى هذه البلد المقترض، حصل سفينة وجاء، جاء لهذا الرجل المقرض الصالح فقال له أرسلت إلي المال؟ قال نعم أرسلته. قال فإن الله تبارك وتعالى الذي جعلته شهيدا قد أوصل هذا المال لصاحبي أو كما قال. لذلك انظروا إلى هذه الأمانة المنقطعة النظير. فنعود إلى سيرة طلحة ابن عبيد الله، كان سلك مسلك التجارة وانتشرت أمانته وصلاحه وصيته عند بلاد الشام فضلا عن بلاد مكة وما جاورها من الصلاح والخير لما عرف من أمانته رضي الله عنه وأرضاه. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع المسلمين، يعني ليس مع النبي في نفس الوقت عليه الصلاة والسلام، إنما هاجر مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة النبوية،
وشهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا غزوة بدر. غزوة بدر تخلف عنها رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ أيضا تخلف عنها ليس باختياره، كما قلنا عن عمر، كما قلنا عن عثمان عندما تخلف عن بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى أن يمرض ابنته وزوجة عثمان رقية، وكما ذكرنا عن علي بن أبي طالب عندما تخلف عن تبوك أيضا ليس بإرادته، كان يريد أن يذهب وأن يخرج، ولكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له وقال ارجع وكن مع النساء والصبيان وألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى. كذلك طلحة بن عبيد الله تخلف عن بدر ليس بإرادته، إنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. كما تعلمون غزوة بدر كانت بدايتها طلب القافلة، لأن قريشا قد أخرجت المسلمين من مكة، طردوهم وفروا بدينهم وتركوا أموالهم وأهلهم وديارهم وبيوت، ما أخذوا شيء. أخذت قريش أموالهم ظلما وعدوانا. الآن من حق المسلمين أن يستردوا هذه الأموال، وهم الذين بدأوهم أول مرة. فكانت هذه القافلة في طريق عودتها من الشام قافلة محملة بالأموال، وكانت مع أنها كثيرة الأموال قليلة الحراسة، وكان يقود وكما تعلمون أبو سفيان ابن حرب، صخر ابن حرب، كان آنذاك لا يزال مشركا. فندم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال من أراد أن يخرج، من أراد، احنا مو خارجين لحرب، لقافلة، اللي بيخرج يخرج، ما عزم عليهم. فخرج معهم كما تعلمون 313 رجلا صلى الله عليه وسلم، لم يستعدوا للقتال، إذا أنها قافلة استيلاء عليها سهل. طيب في هذه الأثناء يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تفوت هذه الفرصة وأن يستولي على هذه القافلة ليسترد جزءا من حق المسلمين، فأرسل طلحة بن عبيد الله وصحابيا آخر عيونا وجواسيس له لينظروا وليأتون له بأخبار القافلة. ذهب والقافلة من الشام، فتأخر هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يأتي بهذه الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت القافلة وكما تعلمون تغيرت الأمة بسرعة، خرج فرعون هذه الأمة أبو جهل من مكة بألف مقاتل، ثم تغير الحال وتبدل من استيلاء على قافلة إلى مواجهة مع الكفار، وقع الأمر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ووقعت غزوة بدر الكبرى التي سماها الله تبارك وتعالى بيوم الفرقان. وكان طلحة كما قلنا متخلفا عنها، لم يحضرها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن هذه الغزوة الوحيدة التي تخلف عنها رضي الله عنه وأرضاه، ونقول ليس بإرادته واختياره، إنما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له. شهد طلحة جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ومن أعظم هذه المشاهد التي شهدها طلحة بن عبيد الله غزوة أحد. غزوة أحد وكأنه رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يعوض ما فاته من غزوة بدر، وهذا حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لم يشهدوا غزوة بدر، لأن كما قلنا في البداية لم يكن القضية مواجهة ولم يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرجوا معه، فعوضوا ذلك في غزوة أحد. ولذلك عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة أحد، عندما جاءت قريش للانتقام ب3000 مقاتل واقتربوا من المدينة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، نخرج إليهم ونقاتلهم خارج المدينة أم نبقى ونتحصن في المدينة كما يقولون في العرف المعاصر حرب الشوارع، بحيث أن الجميع يقاتل، النساء من فوق الأسطح والصبيان، ويستقبلهم الشجعان والرجال في الأزقة، فيكون هذا الأمر أوقع أكثر. الشيوخ يعني كبار الصحابة كانوا يرون البقاء في المدينة ومالوا إلى هذا الرأي، بل رأوا هذا الرأي، والشباب كانوا
يرون بطبيعة الشباب المتحمس الفتي، كانوا يرون أن نخرج إليهم وأن نواجههم هناك خارج المدينة وأن نقارعهم، فكانوا متحمسين لهذا اللقاء. النبي صلى الله عليه وسلم مال لرأي شيوخ الصحابة، مال يعني يريد، فضل أن يبقى في المدينة، ولكن الشباب ألحوا عليه أن نخرج إليهم وأن نقاتلهم وأن ننابذهم نواجههم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردهم، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، فدخل ولبس لباس القتال ووضع اللأمة على رأسه صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء كبار الصحابة أخذوا يلومون شباب الصحابة، لأن منه شباب الصحابة، هذا ولد، هذا أخو صغير، هذا ولد عمه، هذا، فيمنون عليهم، فأخذوا يعني لا عاتبوهم عتابا شديدا، قالوا كيف أنتم تصرون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل أمر هو في ظاهر الأمر لا يريده. فندم هؤلاء الشباب وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله خلص نجلس، سحبنا كلامنا، نواجههم في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. خلاص، طالما الآن لبست لباس الحرب وعزمنا على الخروج فلنخرج، وليقضي الله بيننا وبينهم بالحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. خرجوا كما تعلمون، ومن ضمنهم طلحة بن عبيد الله الفارس المغوار، بطل الإسلام، القائد العظيم، خرج. عين النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون 50 من الرماة، وجعل عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير، قال: أنتم 50، أنتم 50، امكثوا على جبل الرماة القريب من جبل أحد. بعض الناس اللي يذهب للمدينة يخلط، يرى جبل الرماة اللي عند مقبرة شهداء أحد، المنطقة تسمى كلها منطقة أحد، فيظن أن هذا هو جبل أحد، لا، هذا صغير، جبل الرماة جبل صغير، يعني ليس الجبال اللي عندنا في الكويت، صغير، لكن جبل أحد بعده تراه جبل أحد جبل عظيم، إن جبل أحد عبارة عن سلسلة جبال، فهذا هو جبل أحد وهذا جبل الرماة. فقال صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 50: ابقوا على جبل الرماة، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير وقال: أنت أميرهم. ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا بعبارة واضحة، قال: إن كانت الدائرة لنا، إن كانت الدائرة علينا لا تبرحوا أماكنكم. رسالة واضحة من القائد الأعلى لهذا الجيش الإسلامي العظيم، يعني إن كنا منتصرين أو إن كنا منهزمين فلا تتحركوا من أماكنكم أبدا، أي ظرف ترونه لا تتحركوا من أماكنكم، فأنتم ردؤنا وظهرنا، إذا كشف الظهر مشكلة ظهر المسلمين. مكث الصحابة هؤلاء الرماة، دارت المعركة كما تعلمون، المعركة الشهيرة، الغزوة الشهيرة العظيمة، غزوة أحد، التي ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل أحداثها في سورة آل عمران، ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيلها في سورة آل عمران. فمكث الصحابة الرماة، وكان كما تعلمون قائد فرسان المشركين سيف الله خالد ابن الوليد، وأنا أعذكت أنا من الذين يعشقون سيرة هذا الصحابي العظيم، وسنقف إن شاء الله معها وقفة عظيمة إن أمد الله في الأعمار في هذه السلسلة، مع هذا القائد الفذ الذي قال عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في إحدى المواقف، قال: أعجزت النساء أن تلد كخالد؟ يقول: وين نساء المسلمين؟ طلعوا لي مثل خالد، ما أتى، لا تقول لي صلاح الدين، لا تقول لي موسى بن نصير، لا تقول لي طارق بن زياد، لا تقول لي عقبة من بناء، لا تقول لي هؤلاء القادة العظام يكونون عند خالد بن الوليد أطفالا صغارا. أبو سليمان سيف الله المسلول. فكان آنذاك
لا يزال على الشرك، وكان هو قائد فرسان المشركين داهية، داهية من دواهي العرب بل من دواهي العالم. أراد في أثناء المعركة عندما يرى الغزو، عندما يعني واضح الكفة للمسلمين، بدأت ترجح للمسلمين الكفة مع أن المشركين ثلاثة أضعاف. قاعدة: جميع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين الكفار، كفار قريش تحديدا، دائما يكون العدد ثلاثة إلى واحد. غزوة بدر 1000 مقابل 300، تقريبا 3 أضعاف. غزوة أحد الآن 1000 مقابل 3000. غزوة الخندق 10000 مقابل 3. فحاول خالد مرارا أن يلتف بطريقة ذكية، أن يلتف من خلف جبل الرماة على المسلمين ليأتيهم من ظهورهم، ليكون المسلمون الذين هم في الميدان، مولع الجبل اللي في الميدان اللي هم غالب الجيش 1000 تقريبا، ليصبحوا بين فكي الكماشة. كلما حاول خالد أن يستدير رشقه الرماة الذين على الجبل، عبد الله بن جبير ومن معه رضي الله عنهم، فما استطاع خالد أن يستدير، وهكذا كلما حاول رشقه رجع. ظهر النصر لله أو لجند الله تبارك وتعالى، وظهرت الكفة لهم كما تعلموا في غزوة أحد في بداية الأمر، حتى ظهرت هزيمة المشركين واندحر الجيش الكفر، ثم تبعهم المسلمون ووضعوا فيهم السلاح يطيحونهم يمنة ويسرة. هنا الغنائم قد أصبحت في المعركة، في أرض المعركة، وأخذ المسلمون في أرض المعركة بعضهم من يأخذ هذه الغنائم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبعضهم رضي الله عنهم أرضا، هم بشر، ما هم معصومون، بشر. وربي يقول: وتحبون المال حبا جما، المال يحبه الإنسان. فعندما رأوا الغنائم وخلاص هزيمة الآن أمامهم، المشركون قد ذهبوا فارين وتركوا الغنائم من السلاح والأموال، فقال الرماة بعضهم لبعض: قد كسرناهم، يعني انتصرنا عليهم، فهلموا الغنيمة الغنيمة. يأخذون الغنيمة من أرض المعركة كما يرون بعض الجند من إخوانهم يأخذونها. فنهاهم عبد الله بن جبير الصحابي الجليل قائد الرماة، قال: لا تبرحوا أماكنكم وامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوه رضي الله عن الجميع. فنزل من الجبل 40 راميا وبقي 10، عبد الله بن جبير القائد وتسعة معه. لاحظ خالد بن الوليد هذا الخلل، طبعا هذه الفرصة لا يفوتها مثل خالد، لم ينتبه لهذا الأمر إلا هو رضي الله عنه، أنا ذا كان مشركا، حتى قال له أبو سفيان أو عكرمة بن أبي جهل أنسيت، قال له: كسرنا يا خالد؟ قال: لا، ليس بعد، إلى الآن في مجال. فأخذ الفرسان واستدار خلف الجبل، وما استطاع الرماة أن يردونهم 10. ثم صاح خالد بالمشركين صيحة يعرفونها، فالتفت المشركون الذين كانوا في طريق فرارهم، إذ بهم يرون فرسانهم خلف أظهر المسلمين، فعادوا مرة أخرى، فأصبح الجيش الإسلامي بين فكي الكماشة، بين فكي الأسد. احتدم القتال وانقلبت موازين المعركة رأسا على عقب، فبدلا من أن يكونوا منتصرين أصبحوا مهزومين. واضطرب الجيش اضطرابا عظيما الإسلامي، لأنه مفاجأة، من الأمام ومن الخلف وضع السلاح فيهم، تساقط الشهداء يمنة ويسرى. المشكلة أن أحد الناس اسمه عبد الله ابن قميئة، عبد الله ابن قميئة، هذا الرجل المشرك قتل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان أكثر الناس شبها، يعني في خلقته في صورته، بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحت المغفر لا ترى إلا عيناه. فعندما قتله ابن قميئة يظن أنه قتل من؟
النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بين الجند قال قتلت محمدا. في مثل هذه الأمور اضطراب، الأمر مهزوز، زد على ذلك في هذه الأثناء يشاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مصيبة. زاد هذا من الاضطراب والتفكك ويعني الضعف والخور في الجيش الإسلامي، حتى اضطرب الجند، ثم صاح أحدهم وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فلنمت على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. فكانت لهذه الكلمات الأثر الكبير في إحياء الروح المعنوية. خفض المسلمون وأخذوا يقاتلون، إذ بهم في هذه الأثناء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا يرزق بأبي أمه عليه الصلاة والسلام، صاحوا بأنه لا يزال حيا يرزق. أيضا أدى ذلك لارتفاع معنوياتهم واستبسالهم في القتال. في هذه الأثناء شدد المشركون من ضرباتهم على النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، ولذلك هشمت لأمته وشج وجهه وكسرت رباعيته وسقط عن فرسه صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، حتى قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه. فقال صلى الله عليه وسلم وكان مستهدفا، طبعا هذه نتكلم عنها الآن لحظات سريعة، قال عليه الصلاة والسلام هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله. فسمعوا صوته رضي الله عنهم وأرضاهم، اجتمعوا حوله، اجتمع حوله 9 من الصحابة، 7 من الأنصار، واثنان من المهاجرين. المهاجريان القرشيان طلحة بن عبيد الله نتكلم عنه، وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة. فكان صلى الله عليه وسلم وقد أحاطه المشركون، فطوق عليه المسلمون طوقا يحمونه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى جهاد الصحابة، انظروا إلى دفاعهم، استبسالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من يصدهم عنا، من يصدهم عنا وله الجنة، وقال لهم من يصدهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتساقط الصحابة رضي الله عنهم 7، ولا يزال القرشيان أمامه يعني لصيقان به تماما بأجسادهم رضي الله عنهم أرضاهم، طلحة وسعد رضي الله عنهم أرضاهم. هؤلاء 7، بقية 9، 7 من الأنصار، أخذ كل واحد منهم يدافع دفاعا مستميتا، يقاتل أمامه، خلفه، يمينه، شماله، من خلفه، يضرب هؤلاء الكفرة ويبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتساقطون واحد تلو الآخر بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى قتل 7، ولم يبقى إلا القرشيان، طلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص. فنثل النبي صلى الله عليه وسلم سهامه، السهام لسعد، وسعد رضي الله عنه وأرضاه كان راميا لا يشق له غبار، لا يكاد أن يخطئ سهما. فنثل رضي الله عليه الصلاة والسلام السهام بين يديه وقال لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذه المنقبة لا تعلم لأحد إلا لسعد بن وقاص. لم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا، لا رجلا ولا امرأة، لا قريب ولا صحابي، لم يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد. قال ارمي فداك أبي وأمي، فكان يرمي رضي الله عنه وأرضاه ويدفع الناس عنه. أما صاحبنا طلحة بن عبيد الله فأخذ يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال 10 لوحده رضي الله عنه وأرضاه، حتى أصيب جسده 35 إصابة، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه يقول ما من موضع في جسدي إلا أصبت فيه
حتى قال أكرمكم الله، قال حتى في ذكري أصبت في كل مكان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء هذه الضربات وهذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعت إصبعه السباب والتليها وشلت يده، لأنه من أثناء الضربات اتقى بيده للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما ضربت قطعت إصبعه وشلت، فقال حس، كما نقول نحن إذا ضرب واحد يقول أخ، كردة فعل سريعة، فقال حس. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. يقول هذا لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يدافع دفاعا مستميتا دفاع العشرة الذين كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم لوحده طلعة، وليس في جسدي كما قلت إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف أو رمية نبل، أصيب بست وثلاثين أو بخمس وثلاثين ضربة في جسده ولم يلتفت. لذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا كان معيبا في رجله رضي الله عنه وأرضاه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ضرب من الضربات عليه عليه الصلاة والسلام، ضرب في مغفره، فدخلت حلقة المغفر اللي يوضع على الرأس، دخلت حلقة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواني كيف عانى صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف عانى عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فدخلت حلقة المغفر في وجنتيه، فأراد أحدهم من الصحابة أن ينتزعها فأقسم عليه طلحة أنه هو الذي ينزعها لينال هذا الشرف، فنزعها بأسنانه فكسرت رباعية طلحة رضي الله عنه وأرضاه حتى نزع هذا المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. سقط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وكاد أن يقتل، فما كان من طلحة رضي الله عنه وأرضاه، يعني أراد أن يحمل ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنهض من شدة الضربات، فما كان من طلحة إلا أنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، مع أنه كان بعرج، يعني إذا مشى الإنسان إذا عرج يمشي بهذه العرجة، تحمل رضي الله عنه وأرضاه آلام هذا العرج، وأراد من نفسه أن يمشي مشية المستقيم حتى لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهره إذا عرج في مشيته، فمشى مشية المستقيم وداس على آلامه وتحمل هذه الآلام لئلا يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل طلحة إلى أن صعد به إلى جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، هكذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة رضي الله عنه وأرضاه قال قد أوجب طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. معنى أوجب يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة بما صنع أو حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، وهذا رواه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. كما قال الأول وطلحة يوم الشعب واسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلتي. كانت يده مشلولة من أي شيء؟ دفاعا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن طلحة، وجزاه خير ما جاز صحابي عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن طلحة عندما يذكرون ذلك اليوم العظيم فيما روته عائشة عن أبيها، كان يقول أبو بكر إذا ذكر جلس الصحابة وتذكروا تلك الأيام العظيمة التي نصروا فيها هذا الدين العظيم وحاربوا الدنيا بأسرها، كان يقول ويخلد هذا الموقف ويشهد هذه الشهادة شاهد عيان يؤرخها لهذا الصحابي الجليل. من الذي يؤرخها؟ صديق هذه الأمة،
يقول ذلك اليوم كله لطلحة. يوم أحد يقول الصديق الأكبر الذي أبلى بلاء عظيما في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك اليوم يوم أحد كله لطلحة، يعني أن طلحة بن عبيد الله ذهب بأجر ذلك اليوم أو كاد أن يذهب بأجر ذلك اليوم من جراء البطولات النادرة والدفاع المستميت الذي قدمه بين يدي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طلحة بن عبيد الله بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما تعلمون، حديث العشرة المبشرين بالجنة ذكر منهم قال وطلحة بن عبيد الله، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة عندما في غزوة أحد في نهاية الغزوة، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مع أصحابه احترزوا وصعدوا الجبل ليبتعدوا عن أرض المعركة، فارتجف الجبل بهم فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هنا أطلقها صلى الله عليه وسلم قال أو شهيد، فكان معه علي بن أبي طالب شهيد، كان معه عثمان بن عفان شهيد، كان معه عمر بن الخطاب شهيد، كان معه طلحة بن عبيد الله ومات شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه. منذ تلك اللحظات ومنذ هذا الخبر السعيد الذي طرق سمع طلحة أنه بشره بالشهادة وهو ينتظر على أحر من الجمر، ينتظر أن ينال هذا الموقف العظيم، أن ينال الشهادة في سبيل الله. كان رضي الله تعالى عنه أرضاه، أو جاء ذلك في سيرته رضي الله تعالى عنه أرضاه كما عند الترمذي في سننه أو في جامعه، جاء أعرابي، أعرابي يعني بدوي، الأعرابي يعني البدوي، إيش في الصحراء هذا الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعرابيا، هذا من الخطأ الشائع عند الناس، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، غير صحيح، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هذا الأمر تفضيل الحضر على البدو والكلام الفاضي هذا، لا، لكن نقول من باب إحقاق الحق ومن باب عدم فهم الأمور بفهم معكوس مغلوط، لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بدويا، ولم يكن سادات الصحابة من البدو، إنما كانوا يعيشون في الحاضرة، كان يعيش في مكة، يعيش في المدينة، ولذلك تجد في الأحاديث يقول جاء أعرابي، من هو الأعرابي؟ يعيش في الصحراء، ولم يكن، إذن لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أعرابيا، هذا لابد التصحيح، ما كان بدويا إنما كان يعيش في الحاضرة. ونعيد، ليس في هذا فضل ولا نقول هذا من باب النعرات، لا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. المهم جاء أعرابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، ولكنهم يعني لهيبته كانوا يتحرجون، كانوا يستحون، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل هذه الأسئلة، لأن يعني الأعرابي يكون غريبا ويعني لا يجد هذه الهيبة ولا يجد هذه وجه الحرج فيسأل. فأتى هذا الأعرابي وقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر، آية عظيمة أخواني، والله العظيم آية عظيمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هذا هو حال الصحابة، منهم من قضى نحبه وفى بعهده، النحب هو العهد أو النذر، منهم من قضى عهده وفى بهذا الأمر الميثاق الذي بينه وبين الله في نصرة هذا الدين قضاه وفاه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كانوا هكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فسأله هذا الأعرابي قال من الذي قضى نحبه؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فسأله مرة أخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، قال إلى أن طلع طلحة بن عبيد الله من المسجد، دخل الآن، دخل المسجد والصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم
قال أين السائل عمن قضى نحبه ولي يسلم ساعة؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا يشير إلى طلحة، هذا ممن قضى نحبه رضي الله عنهم أرضاه، هذا ممن وفى عهده مع الله رضي الله عنهم أرضاهم. وذاك الصحابة، الصحابة في جملتهم أدوا الذي عليهم، هم الآن فقط ينتظرون الذي لهم، واضحة؟ هم أدوا الذي عليهم، وفوا وضحوا وقاتلوا وجاهدوا وأنفقوا وبذلوا أغلى ما يملكون، بذلوا المهج والنفوس رخيصة في سبيل الله، وفوا. إذن ينتظرون أن يوفيهم الله حسابهم في ذلك اليوم العظيم. إذن هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا له مناقب في الإنفاق وفي الأدب وفي التواضع وفي العبادة، الشيء الكثير. وكما قلنا منهجنا في هذه الدروس ليس ذكر كل شيء في سيرة كل صحابي، هذا لا يمكن أبدا، ولكن هي ومضات وإشارات ووقوف مع بعض المواقف لنستقي منها الفوائد. أخيرا، قتل رضي الله عنه أرضاه كما قلنا شهيدا سعيدا في معركة الجمل التي وقعت بين جيش طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع، ومعهم كذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، في القصة المعروفة عندما خرجوا بعد مقتل عثمان ذي النورين وأرادوا أن يطالبوا بدمه، هؤلاء من أوليائه، فحادثهم علي بن أبي طالب وقال بايعوا، قالوا له نريد قتلة عثمان، وهم بايعا بالمناسبة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بايعا واتفقا مع علي بن أبي طالب كما ذكرنا، هم يختلف موقفهم عن موقف معاوية، معاوية لم يبايع رضي الله عنه، معاوية قال لا ما أبايع، أنت الخليفة ماشي، أنت أحق بالخلافة، لا أنازع في هذا، أنت أحق بالخلافة وأفضل، ما يحتاج علي بن أبي طالب شمس، أنا لا أنازعك، ولكن سلمني قتلة عثمان فهو ابن عمي ليقتص منهم ثم أبايع، قبل هذا ما أبايع. إذن هذا هو الخلاف بين، لكن طلحة بن عبيد الله والزبير عارضا في البداية لكنهما بايعا واتفقا مع علي بن أبي طالب في القصة المعروفة قبل معركة الجمل، ولكن كما قلنا في خلافة علي أن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث قام مع أتباعه في الليل عندما رأى الاتفاق بين الجيشين، اتفاق بين جيش علي من جهة وجيش طلحة بن عبيد الله والزبير ومعهم عائشة رضي الله عن الجميع من جهة، اتفقا خلاص، فبات الجيشان في خير ليلة وبات السبئية في شر ليلة، فعندما أسدل الليل سدوله وأتى بظلمته وهجع الناس إلى فروشهم المعسكرة خلاص اتفقا، الصبح الآن بيرجع وانتهت القصة، لم يقع قتال، ما في خلاف أصلا، اجتهاد. فقام السبئية في الليل ونشبوا بنبالهم جيش طلحة والزبير، فظن جيش طلحة والزبير أن عليا قد غدر بهم فبادروه، ثم وقع القتال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، استمر القتال نهار كامل، سقط القتلى، أراد علي أن يوقفهم لم يستجيبوا له، طلحة والزبير لم يشاركا في المعركة، سادات الصحابة ما شاركا، كل منهم أخذ يهدئ من عنده، ولكنها حرب، أنت الحين بين اثنين يتهاوشون في الشارع يبيلك نص ساعة على ما تهديهم صح، وهم اثنين السايد كله يوقف عشان يهدونهم ويمكن يوقفون الشجار وهم اثنين، فما بالك أن يقتتل ألفان أو أكثر، صعب أن يوقفهم يعني مو بسهولة. فما وقف القتال إلا وقد قتل رضي الله عنه أرضى هذا الشجاع المقدام البطل المغوار الذي ضحى بحياته النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بروحه رضي الله عنه أرضى. وكيف قتل؟ قتل غدرا ولم يشارك في المعركة، إنما أتاه سهم غرب، معركة السهام تطيش يمنة ويسرة، فجاءه سهم طائش، هذا معنى سهم غرب، فوقع منه موقع مقتل فسقط هذا القائد العظيم. بعد المعركة علي بن أبي طالب وهو يتفحص القتلى وبكى رضي الله عنه أرضاه لما رآه من هؤلاء، من الذي قتل؟ طلحة بن عبيد الله، مو بسيط،
من السابق الأولين من العشر المبشرين يقتل بهذه الصورة في فتنة عمياء دهماء؟ هذا الذي أحزن علي بن أبي طالب، فرآه ساقطا على الأرض فحمله علي بن أبي طالب رفعه، رفيق الدرب، رفيق الجهاد، التاريخ المشرف، رفعه ووضعه على ساعده أبو الحسن وهو يمسح التراب والدم عن وجهه، قال: ما لي أراك مجندلا بالتراب أبا محمد، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فدفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبذلك أسدل الستار على قصة هذا البطل العظيم وهذا الفارس المغوار طلحة بن عبيد الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من أصحابه فيما صح عنه، قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، وجازاه خير ما جاز رجلا وصحابيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قصة جميلة مع صحابي عظيم، وهو صن لطلحة بن عبيد الله، ألا وهو الزبير بن العوام، هذا الرجل العظيم، وهذا أيضا الفارس الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حواريا له. فإلى ذلك اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.